هنروح لكره السله رجال، الحمد لله ماشيين بشكل جيد. كان عندنا دوري المرتبط شغال، لعبنا امبارح مباراه العوده الاهلي وسبورتنج في دور الثمانيه في دوري المرتبط، كسبنا كبار وصغيرين رايح وجاي، تاهلنا لدور قبل النهائي ان شاء الله عشان نلاقي باذن الله نادي الزمالك يوم الاربعاء القادم. اولى المباريات هتكون على صاله برج العرب في الاسكندريه، مباراه المرتبط هتكون الساعه 1 باذن الله، مباراه الفريق الكبير هتكون الساعه 5:30. هتقولي طب ليه الفرق كبير؟ لان بتلعب على الملعب اربع مباريات، اثنين كبار واثنين صغيرين، لان طرفها لقاء قبل النهائي الاخر هيكون الاتحاد السكندري والجزيره، كبار وصغيرين، فانت عندك اربع مباريات فلازم تبتدي مبارياتك الساعه 1 عشان تنتهي في الميعاد 5:30 او 6، وده وضع طبيعي جدا للمباريات اللي بيكون الملاعب اللي عليها اكتر من مباراه. فريقنا في المرتبط ماشي بشكل جيد، لعيبه يعني مركزه الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يكونوا داعمين للفريق الكبير، الفريق الكبير ماشي برده بشكل جيد، ومستر اجوستي بوش ما زال يعني محافظ بشكل كبير على سياسته، الدفع بالناشئين، تجهيز صف ثاني وثالث ورابع، عدم الاعتماد على لاعب واحد في الفريق، كل بيساعد الكل بيشتغل. طبعا ايهاب امين منتظر عودته ان شاء الله في مباراه الزمالك القادمه، لانه كان عنده نتشه في السمانه، وكنا جبنا لحضراتكم دكتور هيثم في الحلقه اللي فاتت، اللي فاتته طبعا انتهت التقرير هيلاقيه على صفحتنا على الفيسبوك موجود من 3 ايام. دكتور هيثم كان قال اتكلم عن المصابين واخص ايهاب امين اللي كان عنده نتشه في السمانه، او يعني ملي في ملي كده زي شد بيبقى مزق من الدرجه الاولى مش مزق شديد قوي، فضل طبعا الجهاز الطبي راحته، ولكن هو ان شاء الله حسب ما قاله معنا دكتور هيثم في الحلقه الماضيه ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه في مباراه الزمالك. طب الزمالك عين على المنافس، الزمالك تاهل من طلائع الجيش بعد ما فاز على طلائع الجيش، الفريق الحقيقه طلائع الجيش عامل موسم جيد حتى الان، بيقوده الكابتن اشرف توفيق ابن النادي الاهلي واحد اساطير كره السله التدريب في النادي الاهلي، وكان ليه دور كبير جدا في بناء هذا الفريق اللي بيلعب دلوقتي. كابتن اشرف توفيق بيقود نادي الجيش، واستطاع ان يفوز على نادي الزمالك في ملعبه في مانشيت البكري، ولكن نادي طلائع الجيش خسر من نادي الزمالك بصعوبه في المرتبط رايح وجاي، يعني لو كان مرتبط نادي الجيش فاز في المباراتين وده كان قرب يعني، او يعني كان نادي طلائع الجيش هو الاقرب للفوز الحقيقه في المباراتين المرتبط، كان سيتاهل الجيش لدور قبل النهائي، ولكن دوري المرتبط هو ده الهدف منه. مجموع الاثنين نادي الزمالك للفريق الكبير بيلعب بدون محترف، المحترف لم يتم تسجيله حتى الان، يعني بيقوده كابتن احمد مرعي مدرب السابق لنادي الاتحاد الاسكندري، داعين على المنافس يعني. طبعا كان بيغيب عنهم احسن لاعب فيهم كيجو طبعا، او لا احسن لاعب ارتكاز في نادي الزمالك غايب المباراتين اللي فاتوا، حقيقه ما عندناش معلومه اذا كان هيلعب المباراه القادمه ولا لا، يعني يعني طبعا تعرفين كره السله لا تعترف بالحسابات، انت حساباتك على الورق حاجه ولكن في الملعب الامر بيكون حاجه ثانيه. مستر اجوستي بوش واللاعبين عودونا ان كل مباراه بتبقى نهائي وبيلعبوا عليها، يعني ماتش سبورتنج اللي فات كان تحصيل حاصل، ومع ذلك منتخب فريق الاهلي كسب بنتيجه 71-63 في مباراه كانت تحصيل حاصل. اذا دايما بيدور على المكسب، دايما بيدور على اهداف اخرى غير المكسب لو مباراه تحصيل حاصل زي مباراه سبورتنج، ولكن اتصور ان شاء الله ان احنا قادرين على التاهل للنهائي باذن الله، وكل التوفيق لفريق المرتبط بقياده الكابتن اسلام الكيلاني والدرجه الاولى بقياده مستر اجوستي.